السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج المنتصف. وقبل البداية كالعادة العناوين: الفيفا يفتح ملف الرياضة الكويتية للنظر في رفع الحظر رسمياً. الهلال يقسو على الرائد بثلاثية نظيفة ويطير بصدارة الدوري. البرازيلي إلتون يكسب قضية الفتح وفض المنازعات، تلزم الإدارة بدفع 680 ألف دولار. إدارة الاتفاق تبدأ التصحيح والتعاون يمدد عقد المدرب. حياكم الله من جديد. قبل أقل من 24 ساعة تقريبا كان هناك تغريدة لمعالي رئيس هيئة الرياضة المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ، حملت بشائر خير أسعدتنا كثير كأشقاء لدولة الكويت حكومة وشعب. الحديث كان فيه إشارة إلى اقتراب رفع الحظر عن الرياضة في الكويت وعودتها للواجهة من جديد، وهذا اللي نتمناه وهذا اللي إن شاء الله بيصير. أما على الصعيد المحلي، الهلال سواها، سحب بساط الصدارة من الأهلي في الوقت اللي يملك فيه الفريق الهلال أكثر من فرصة أخرى للتقدم في سلم ترتيب المحترفين. العديد من الملفات بنناقشها إن شاء الله مع ضيوفنا. خلوني رحب بضيوفي معي هنا في الاستوديو: الناقد الحصري لبرنامج المنتصف الأستاذ خلف ملفي. يسعد صباحك أبو أحمد، شرفتني. الله يسعدك يا أخ مسفر، ورحب أيضا بالأخ العزيز مشهور وبالمشاهدين ومشاهدات. الله يعطيك العافية. أيضا ينضم لنا من جدة الناقد الحصري لبرنامج المنتصف مشهور الحارثي. يسعد لي صباحك ومنور كالعادة. يا صباح السعادة، صباح الجمال، نوركم الله. أول شيء مشتاق لكم زمان عنكم، عن الظهور الجميل معاكم. أصبح عليك وعلى عزيزنا أبو أحمد وعلى زملاء في الاستوديو، وإن شاء الله تكون أمسية رياضية راقية جدا. يا رب. بعدين مشهور وبعدين معاك يا أخوي، ترى أنا أغار من هالمفردات، وأنا على بالي قبل ما أجي أحضر وأسوي نفسي أني جاي من بدري ومع الشباب وكذا، بس أنت ما أدري وش ناوي علينا، وش ناوي علينا يا مشهور؟ والله إيش أسوي يا أخي، دائما لما أشوفك كذا قدامي طالع في الشاشة تطلع الكلمات الجميلة. الله يسعدك، تسلم ويعطيك العافية مشهور. قبل ما نبدأ مناقشة محاور حلقتنا لهذا اليوم، خلونا نشوف أخبار المنتصف مع الزميلة سمر عثمان. سمر صباح الخير. هلا وسهلا فيك مسفر، صباح النور، وأهلا بضيوفك الكرام المتواجد معك في الاستوديو، أيضا ضيفنا اللي من جدة. كمان نرحب بالمشاهدين الكرام. حياك. مش عندك من أخبار اليوم سمر؟ عندي أربع أخبار، وش رايك نروح ونشوفها؟ يلا توكلنا. يلا. نتوكل على الله. رحب بالمشاهدين الكرام. خبرنا الأول لهذا اليوم: الفيفا يقبل النظر في رفع الحظر عن الرياضة الكويتية. قرر المكتب التنفيذي بالفيفا قبول النظر في توصية رفع الحظر عن الرياضة الكويتية، وسوف يجري تصويتا غدا عبر سكايب للأعضاء. وحتى الآن لم يقرر الفيفا رفع الحظر رسميا عن الرياضة الكويتية، ولكن الآمال كبيرة برفع الحظر وكسب الأصوات، وهناك جهود سعودية كويتية مكثفة قبل التصويت. وأيضا خبرنا الثاني لليوم: الفيفا يلزم الفتح بتعويض البرازيلي إلتون.
كسب البرازيلي أولتون جوزيه لاعب نادي القادسية قضيته ضد فريقه السابق نادي الفتح، حيث حكمت غرفة فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم بدفع 680 ألف دولار لصالح أولتون يدفعها نادي الفتح. مجموع الغرامة 296 ألف دفعة متبقية من عقده مع الفريق و385 ألف تعويض عن فسخ العقد. ومن المنتظر أن تبدأ إدارة الفتح إجراءات الاستئناف ضد القرار من خلال مركز التحكيم الرياضي الدولي. وأيضاً خبرنا الثالث لليوم، التعاون يمدد عقد البرتغالي ماتشادو. أنهت إدارة التعاون اليوم إجراءات تجديد عقد اللاعب البرتغالي ريكاردو ماتشادو، حيث تم تمديد العقد مع اللاعب حتى عام 2020، وذلك بدعم المجلس التنفيذي وإدارة النادي. ويأتي تمديد العقد بناء على توصية المدير الفني البرتغالي جوزيه غوميز. وجرت مراسم توقيع العقد الجديد بمقر النادي بحضور محمد القاسم رئيس النادي واللاعب ووكيل أعماله. وأيضا لدينا آخر خبرنا الرابع، الإدارة الاتفاقية تبدأ بالتصحيح. بدأت خطوات التصحيح في البيت الاتفاقي بعد حالة الغضب التي قادتها الجماهير الاتفاقية، حيث وصل وكيل أعمال اللاعب ريديغو ساليناس إلى الدمام لمقابلة إدارة النادي والتباحث حول استمراره أو الاستغناء عنه، لكن الإدارة الاتفاقية تنوي جلب بديل له في خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. من جهة أخرى، قدم رئيس هيئة أعضاء الشرف عبد الرحمن الراشد دعم مالي لخزينة النادي ب 750 ألف ريال. هذه هي مسفر كانت أخبارنا اليوم، تفضل. يعطيك العافية سمر، شكراً. شكراً. في الحلقة الماضية أعزائي المشاهدين طرح زملاء وزميلنا عبد الله منيع الاستفتاء اليومي لبرنامج المنتصف. كان الاستفتاء المطروح: هل تقلصت حظوظ النصر في المنافسة على لقب الدوري السعودي؟ 1 هناك فرصة للعودة. 2 نعم تقلصت الفرصة. 3 مرتبطة بنتائج المنافسين. ومع نهاية مدة الاستفتاء أصبحت النتيجة النهائية بحسب التصويت: حصل خيار هناك فرصة للعودة على نسبة 18%، وحصل خيار نعم تقلصت الفرصة على 46%، وحصل خيار مرتبطة بنتائج المنافسين على 36%. كما بإمكانكم أيضا المشاركة في الاستفتاء في سؤال اليوم ببرنامج المنتصف، والسؤال المطروح: هل ترى أن الهلال قادر على التمسك بصدارة دوري المحترفين حتى نهاية الموسم؟ 1 نعم يستطيع الاستمرار. 2 لا يزال الحكم مبكرا. 3 لن يتمكن من الاستمرار. أبو أحمد خليني أبدأ معك، يعني الفيفا يصوت اليوم على رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، طبعا بعد مجهودات قام بها رئيس الهيئة المستشار تركي آل الشيخ. للأمانة يعني شيء أفرحنا وأبسطنا، واشتقنا كثير للمنافسة وخاصة مع شقائنا الكويتيين، وأيضا لعودة الرياضة الكويتية. كيف يعني كيف بتشوف نتيجة التصويت ممكن تكون بكرة؟ ما دام في إعلان رسمي أنه سينظر في الأمر، معناه أنه في جهود بذلت وتتجه إلى التوافق مع شروط الاتحاد الدولي، وأنه المشاكل التي في الأصل جعلت الرياضة الكويتية يعني تخضع لهذه العقوبة شبه تقريبا أو في الاتجاه الصحيح إلى حلها. طبعا نحن نعرف أن المشكلة أساسا داخلية بين الجهات المعنية في الكويت، وهذا هو السبب الرئيسي. وأيضا أحمد الفهد ومن معه ضد عودة الرياضة الكويتية، ضد أن الرياضة الكويتية تكون في مسارها الصحيح، وهذا مكشوف للعلن. حتى في الكويت تحدثوا كثيرا عن ما يحدث داخل الكويت، وهذا طبعا شيء مستغرب جدا. لكن ان شاء الله ان الجهود التي بذلت مؤخرا، وخصوصا انه ايضا الاستاذ تركي آل الشيخ اعلن في اكثر من مره، وحتى في حسابه قبل تقريبا 12 او 13 ساعه اكد انه هناك تباشير حول هذا الموضوع. والان يعني سمعنا انه وقرانا بعض التغريدات حتى من كويتيين انه تقريبا رفع الحظر، لكن ما في شيء رسمي. لكن رسميا لم يعلن. نعم مشهور، خلني بسألك، يعني نقول إن شاء الله بإذن الله أنا بيتم رفع الحظر، هناك في جهود يعني من الهيئة العامة للرياضة ممثلة في معالي المستشار تركي آل الشيخ. لكن لو رجعت الرياضة الكويتية كيف تتوقع بيكون مستوى، خليني أكون على مستوى المنتخب مش داخليا، كيف بتشوف ممكن يكون مستوى المنتخب بعد عودته، يعني بعد انقطاع دام ما يقارب سنتين وشهرين تقريبا؟
شوف، عودة الرياضة الكويتية يعني عودة كبيرة لفريق لمنتخب كبير أصلاً، ولرياضيين يعني كانوا طوال فترة السنوات الماضية الرياضيين الكويتيين، سواء احنا شفنا سواء في كرة القدم أو في الأولمبياد، يعني حتى يمكن للأسف كان في الأولمبياد الأخير كان في إنجاز ذهبي وميدالية ذهبية، لكن للأسف لم تسجل باسم دولة الكويت تحت العلم الأولمبي. فعودتنا الرياضة الكويتية على وجود النجوم المتميزين في جميع الألعاب. فعودة الرياضة الكويتية أول شيء بتثري الساحة الخليجية والتنافس الكبير والمحموم بين المنتخبات الخليجية. أيضا على الصعيد الآسيوي، إحنا لو نتذكر أنه كمان المنتخب الكويتي أول منتخب خليجي يحصل على كأس آسيا وأول منتخب خليجي تأهل لكأس العالم، فعودة الأزرق ستثري الساحة الرياضية الخليجية بشكل عام، وكمان عودة قوية للتنافس ما بين أبناء الخليج، خصوصا إحنا بنتكلم عن كأس آسيا قريب إن شاء الله 2019، يمكن قد راح الوقت، لكن المنافسات اللي بعد كذا سواء منافسات الأندية أو المنتخبات، عودة الأزرق عودة قوية جدا وعودة مهمة لإثراء الساحة الخليجية الرياضية بشكل عام. إحنا كنا نتحمس خاصة، تذكر مبارياتنا مع الكويت مشهور، كان في تنافس شريف. ايوه تحسب لها من بدري يعني بصراحه ديربي الخليج الاكبر والاقوى يعني من عشرات السنين، يعني كان وقت المباريات هذه انت تحسبها من وقت بعيد وتنتظر نتائجها وتستعد لها يعني. اي فعلا امانه يعني زي ما نتكلم حاليا عن كلاسيكو برشلونه ريال مدريد، كانت هي المباراه الكبيره في المنطقه يعني على صعيد المنتخبات. ابو احمد خلينا نطلع من محور الكويت، عندك تعليق ولا لا؟ لا بس انه عوده الرياضه الكويتيه طبعا شيء مهم جدا، انه نحن الان حتى تعرف دوره الخليج تاخرت كثيرا وجهت اكثر ما بسبب تعليق عضويه الاتحاد الكويتي، وبالتالي ننتظر انفراج هذه الازمه وتعود الكره الخليجيه الى وضعها الطبيعي، بالاضافه الى ايضا حضور الانديه الكويتيه في الاتحاد الاسيوي بشكل عام وفي بطولات الاتحاد الاسيوي. نأمل إن شاء الله أن تعود الرياضة الكويتية بكل ألعابها وليس في كرة القدم فقط بإذن الله يا رب. خلينا ننتقل أبو أحمد معك لموضوع البرازيلي جوزيه إلتون أو إلتون جوزيه لاعب القادسية، كسب القضية قدام الفتح. يعني مثل هالقضايا احنا قاعدين نشوف كثير تصير، يعني إلى متى تنتهي أول شيء قضية إلتون نهائيا؟ ويعني مثل هالمواضيع يعني بعض الأندية إذا يعني كان في حق للاعب، يا أخي أنت ليش ما تخلصهم بدري وتخلص عمرك؟ ليش تدخل نفسك في دوامة وفي شكاوي وتوصل للفيفا يعني تروح الطريق في النهاية أنت ملزم بتسدد؟ هو المؤسف أنه أن يخس يعني تتواصل خسائر الأندية في قضاياها خارجيا. يعني قضية إلتون تحديدا نذكر في حينها جيدا أنه نادي الفتح هو من تظلم واشتكى في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبالتالي منع إلتون من العودة إلا بموافقة نادي الفتح، ثم دخلت قضية تدرجت حتى وصلت إلى مركز التحكيم المحلي وسمح له باللعب مع القادسية بناء على أنظمة دولية حتى يبت في موضوع من لدن الفيفا. أولا بت في موضوع في السعودية بعد تداول القضية في المركز التحكيم، ثم هو اشتكى في الأصل قبل ذلك في الفيفا بما أنه لاعب دولي لاعب أجنبي، اشتكى من أمر ما اتضح الآن أنه في متأخرات من خلال الخبر اللي نشر. هذه صراحة معضلة كبيرة، يعني من المؤسف أنه نادي ما أدري هل نادي الفتح ما زال عنده يعني قدرة على الاستئناف، هل ما زال لديه الرغبة للاستئناف، وبالتالي ننتظر ماذا سيحدث إذا قدم أوراق ثبوتية تنافي مثلا ما ذكره أو ما قدمه إلتون، هذا شيء ثاني. لكن حسب القرار الآن اللي صدر معناه أنه الفتح تأخر في مستحقاته وما طل، وبالتالي اللاعب عندما ذهب من الفتح كان عنده حق إذا كان بالفعل مثل ما ذكر في الخبر. مثل هذه الإشكالية دائما نتحدث عنها، أولا يغيب فهم الاحتراف، ثانيا أحيانا بعض الأندية للأسف الشديد تتمسك برأيها في قضايا احترافية لا تحتمل مثل هذه الأشياء، ثالثا وجود قانونيين في النادي في الأندية بشكل عام، وجود قانوني على علم ودراية بالأنظمة الدولية وبتطبيق الأنظمة الدولية هذا مهم جدا، وإلا سنستمر في مثل هذه القضايا التي تكبد الأندية الكثير من المشاكل وقد تصل أحيانا إلى إيقاف أو سحب النقاط وما إلى ذلك. شباب أنا قبل ما أروح المشهور، إذا كان بعد ما خلص مشهور إذا كان تقرير قرعة آسيا جاهز يا ليت يكون بعد مشهور. مشهور أنا بسألك حبيبي، يعني مثل هالأشياء أو مثل هالمشاكل متى ممكن نشوفها؟ متى ممكن نقول انتهت خلاص ما عاد في مثل هالمشاكل؟
شوف قبل ما نتكلم عن انه متى تنتهي هذه الاشكاليه، انا احب اشيد بالاجراءات القانونيه للاتحاد السعودي ومركز التحكيم الرياضي. طبعا بعد ما نتجاوز قرار رئيس لجنه الاحتراف السابق عبد الله البرقاني اللي يعني كان يعني قرار يعني غير منطقي وغير عقلاني يعني، بس بعد كذا شفنا الاجراءات اللاحقه واقرار مشاركه اللاعب مع نادي القادسيه من مركز التحكيم الرياضي، يعني كانت نقطه تحول مهمه جدا يعني، وهذا المتعارف عليه يعني في لوائح الاحتراف انه مستحيل انك توقف اللاعب عن اللعب، والقضيه تبقى منظوره لحد ما يحسن فيها، وهذا اللي احنا شفناه اليوم. تنتهي هذه الاشكاليات للاسف. احنا اول شيء احنا المشكله الكبرى اللي بنعاني منها هي الفوضى القانونيه والاداريه للاسف كثير من الانديه، والشروط الجزائيه اللي يعني تاخذ بغير درايه، وقبل كذا احيانا يكون تعاقدات يعني على غير درايه فنيه، يعني بتكلف انديتنا ملايين الريالات وهدر مالي كبير سنويا. فللأسف هذه الإشكاليات يعني مستمرة سابقا وتستمر سواء مع عقود لاعبين محترفين سواء محليين أو حتى غير سعوديين أو حتى الأجهزة الفنية، فمعضلة كبيرة للأسف، هدر مالي كبير في كثير من الأندية، ويكون يعني هدر بدم بارد للأسف. يعني بتشوف دائما يعني ملايين تدفع، يعني في كثير من الأندية حاليا بيتكلم عن يعني في نادي بيتكلم عن شرط جزائي العقد المدرب 2 مليون يورو، يعني أنا ما أدري إذا صحت هذه المعلومة طبعا بدون تحديد اسم أي نادي. فهل معقول أنه يكون عندك شرط جزائي لمدرب 10 مليون ريال تقريبا؟ يعني هنا بصراحة يعني علامة استفهام كبيرة، يعني إلى متى هذا الهدر وهذه الشروط وهذه المبالغ الفلكية اللي بتستنزف كثير من مدخرات الأندية ومن الأموال الموجودة فيها. يعطيك العافية مشهور. الهلال اليوم تصدر الدوري بعد تغلبه على الرائد في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة. الهلال الآن في الصدارة ب 26 نقطة، بقاله مبارتين مؤجلة، وفي حال فوزه فيها بيكون الفارق بينه وبين أقرب منافسيه 8 نقاط. صحيح لم يسجل أرقام حتى الآن كثيرة، لكن هذه الأرقام، هذه الأرقام، الهلال في المؤجلة يتقدم، في المؤجلة يتقدم. جحفلي لا يظهر في الوقت الأخير بل في الوقت الأول من هذا اللقاء، 1-0 عن طريق الهلال. يريدون الصدارة، يريدون القمة، يريدون التعويض، يريدون، ويخفق أمام المدافع، الله على كرة لم يكن مراقبا. جحفلي يترك في هذا المكان، يترك لوحده في هذا المكان. هل تتناسون ما يقدمه جحفلي في مثل هذه المواقف؟ شوف الكرة، شوف الضربة الرأسية، انتهت آسيا ولم ينتهي الهلال، ولم ينتهي الهلال. في الجهة اليمنى بيلعب لك كرة عرضية، الكرة بتعدي، مستحيلة يا هلال. الهلال يلتفت إلى الدوري، فأين أنتم ذاهبون؟ هكذا يرددها كل لاعب هلالي، كل مشجع هلالي، كل عاشق هلالي. الهلال يلتفت إلى الدوري الآن، يلتفت إلى الصدارة الآن. شوف العرضية، شوف الكرة، شوف ريفاز، هدفين الآن للهلال. الخطورة من كل مكان، من كل صوب، لا يمكن الدفاع طوال الوقت، لا يمكن العودة طوال الوقت. بمشيها إلى عبدالله الزوري، سلمان عبدالله الزوري بمر، يتقدم، سقوط الآن، الحكم يشير إلى ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة عبدالله الزوري في اللقطة الماضية. احتجاج لاعبي الرائد، لكن الاحتجاج ما كان كبير في اللقطة الماضية. سلامات الآن لعبدالله الزوري، ماذا يشير الحكم كلاتنبيل اللي يطلب الجهاز الطبي؟ شوف التقدم، شوف اللقطة، شوف الاشتراك والسقوط أيضا، الاشتراك اللي كان مع علي سايبا. هذا عبدالله الزوري، وهذا الخطأ اللي يحتسبه حكم المباراة كلاتنبيل لمصلحة عبدالله الزوري، وبالتالي ركلة. هذه الإعاقة، هذه الإعاقة في هذه اللقطة. سلامات لعبدالله الزوري، القدم اليمنى، القدم اليسرى لعبدالله الزوري، والسقوط عبدالله الزوري في منطقة الجزاء، وبالتالي فوز وتأكيدها بكل قوة من قبل سلمان الفرج. الآن أمام متعب شرحيلي من علامة الجزاء، فرصة الثالث الآن، يتقدم سلمان الفرج في هذه الكرة، يتقدم فيها، بيلعب لك كرة، الله
الهلال في القمة ولا يقبل أن تتسع للجميع. الهلال في القمة بالأهداف الثلاثة قبل المؤجلات الثلاث، يسجل هدف النقاط الثلاث عن طريق سلمان الفرج، ويؤكد وصول الهلال إلى صدارة الدوري السعودي. شوف اللقطة، شوف اللعبة، شوف التنفيذ، الكرة في زاوية، الحارس في زاوية. أهلا بكم من جديد. ننتقل للحالات التحكيمية مع الخبير التحكيمي لبرنامج المنتصف فهد القحيز. يسعد صباحك. هلا والله أخ مصر، صباح الخير. صباح الخير لأبو أحمد والأخ مشهور وللسادة المشاهدين. نتوقع الله نبدأ بالحالة الأولى، نشوف الحالة التحكيمية. طبعا هذه المباراة، مباراة الرائد والهلال، هي مباراة مؤجلة، وقادها الحكم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي مارك كلاتنبرغ، ومع الحكم الرابع خالد الطريس. راح نشاهد ست حالات ونبدأ بالحالة الأولى في الدقيقة 22. شوف الحالة الأولى، نشاهد الحالة الأولى، نشوف الحالة الأولى. كان جاهزة يا شباب الحالة الأولى؟ زي ما نشاهد كان في سقوط المهاجم الهلالي فارس، ونشاهد هل هناك ركلة جزاء أم لا. نشاهد هنا، شوف المدافع الرائد دخل، بس ما كان الدخول على الكرة، كان الدخول بالقدم على المهاجم الهلالي فارس، وكان خطأ من الأخطاء 11، وكان يتوجب على الحكم احتساب ركلة جزاء في الحالة هذه زي احنا ما نشاهد الآن. ركلة جزاء لم تحتسب. شوف الحالة الثانية، هذا في الدقيقة 22. في الدقيقة 28 راح نشاهد، شوف هنا نشاهد كرة دخلت من العامل اللي كان يحضر الكور، واللعب ما زال مستمر. السؤال، هل قرار الحكم باستمرار اللعب قرار صحيح أم لا؟ طالما احنا مثل ما نشاهد ان ما زال سير اللعب يتم بالكرة الأساسية اللي هي كرة الموجودة بالملعب، وهذه الكرة دخلت من خارج الملعب ولم تأثر على سير اللعب، يصبح أن قرار الحكم باستمرار اللعب قرار صحيح، وتداخل الكرة لم يؤثر على سير اللعب. لكن في هاللقطة نتمنى من إدارة الملعب في مدينة الملك عبدالله في القصيم أنه يكون فيه تنبيه على العاملين لإحضار الكرة. نحن نشاهد العامل أتى من الخلف، قفز بالكرة وساهم في دخول الكرة للملعب، وكان وقوف العامل حتى مؤثر على الحكم المساعد. طيب هنا نشوف رجل الراية ما رفعه، لا ما في شيء، اللي هو كره، اللي دخول كره اخرى في الملعب. هو العامل كان حتى وجوده على الخط كان معيق بالنسبه، سبب في اعاقه حركه الحكم المساعد الثاني. العامل ما يصل للمناطق هذه، خاصه هي منطقه، هي منطقه الحكم متقدم المساعد. مره تقصد انه واقف على الخط مع المساعد، كان يعيق الحكم المساعد. لكن يتم، نتمنى من اداره الملعب تنبه على العمال ما يتواجدون في مثل هذه المناطق، حتى لو دخلت الكره الحكم امامه اكثر من قرار بامكانه. برضه مراقب المباراه، برضه المفروض يكون في منتبه برضه. كيف؟ اتكلم يكون مركز مع حكم الرايه. ايوه، الحكم هو يتابع سير اللعب، وسير الكره اللي دخلت ما اثرت على سير اللعب. ما اثرت على سير اللعب. انا اتكلم عن العامل. العامل هو تواجد هنا، كان تواجده هو المفروض انه ما يتواجد. شوف يعني حتى دخل، نشوفه دخل الملعب، دخل دخول بسيط، لكن اشوف تواجد على الخط في منطقه ايش؟ الحكم المساعد. احنا نتمنى انه العاملين ما يتواجدون في هذه المناطق، وهي المنطقه اللي يتحرك فيها الحكم المساعد لمتابعه اللعب ومتابعه ضبط التسلل. طيب شوف الحاله الثالثه كيف؟ اللي يتمنى انه مراقبه مثل العامل هذا انه في مكان خاطئ، مش مستعد مراقب مباراته او الحكم الرابع؟ هذه يتم عليها من، يمكن من الحكم. انا قلت قبل شوي ابو احمد، يمكن من الحكم يتم على عن طريق الحكم الرابع بان ابو احمد يتكلم. هل هو من مراقب المباراه المفروض اللي يكون منتبه للعامل او الحكم الرابع؟ هذه طبعا اداره الملعب هي في تنظيم الاحضار الكور، وتنبيه على العمال انهم ما يتواجدون في هذه المناطق. لكن العامل قفز من فوق لوحه الدعايه ونزل. هذا من اللي يحضر الكور؟ اي العامل هذا من اللي يحضر الكور، هذا اللي يجيب الكور. شوف راح يجيب الكور، كان الرجال قام في الملعب. قلت عامل، اللي اعرفه انه في ناس طلاب او احيانا اي من صغار السن. عموما لكن نشاهد الحالة الثالثة في دقيقة 32 نشاهد كان هناك فيه طبعا تم تسجيل هدف، لكن قبل تسجيل هدف كان فيه لمس متعمد من مهاجم الهلال فارس، وكان الحكم قرار الحكم باحتساب ركلة حرة مباشرة قرار صحيح لوجود التعمد بلعب اليد. نشوف الحالة الرابعة في دقيقة 56
فيه ركله جزاء. طبعا عبد الله مدافع النادي الهلال عبد الله الزوري دخل بالكره لكن الشاهد هل هناك اعاقه ام لا؟ شوف المدافع الرايد دخل بالقدم وكان فيه اعاقه المهاجمه بتهور على صحيحه ضربه الجزاء وكانت ركله الجزاء ركله جزاء صحيحه وقرار صحيح من حكم المباراه. نشوف الحاله قبل الاخيره دقيقه في دقيقه 66 نشاهد هنا كان فيه من قرب لعب الكره من مهاجم الهلال باتجاه لاعب الرايد. طبعا الكره هنا لو شاهدنا يمكن تبان في لقطه اخرى كانت الكره ضربت في ركبه المدافع وبالتالي في اليد، وهنا ما كان في تعمد لعب من مدافع النادي الرايد تعمد لعب الكره باليد، وبالتالي كان قرار الحكم باستمرار اللعب قرار صحيح ولا يوجد ركله جزاء. الحاله الاخيره في الدقيقة 88 نشوف شو سقوط مهاجم نادي الرايد، هل هناك ركلة جزاء أم لا؟ نشوف الاحتكاك هذا، مثل هذه الاحتكاكات تحدث دائما بين المهاجمين والمدافعين، وشوف المهاجم بالغ في السقوط وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء وكان قرار الحكم باستمرار اللعب هو القرار الصحيح. هذه هي أبرز الحالات اللي يعطيك العافية، عندك أي تعليق؟ أبد ما في. الله يعطيك العافية، شكراً فهد قحيز، يعطيك العافية. شكرا ابو احمد. احنا شفنا المباراه، او شيء عندك تعليق على المباراه؟ في اليوم شفنا مباراه الهلال والرايد، يعني الهلال راجع من بطوله ما حالفه الحظ فيها، عنده مصابين لاعبين، مع كذا فاز ولا زال محافظ على الصداره. عده امور تجعل الهلال يبقى قويا ومثابرا وقادرا على يعني تحمل مثلا الأزمات أو المشاكل تجاوزها بسهولة. الاستقرار على جميع الأصعدة، استقرار فني وإداري على مستوى كبير. أعتقد أنه من زمان ما شاهدنا في النادي يكون عنده استقرار أكثر من سنتين تقريبا الآن، أو في السنة الثانية عفوا السنة الثانية دياز تحديدا كجهاز فني، بالإضافة للاستقرار الأهم اللي هو على رئيس النادي وإدارة الكرة في النادي من حوالي تقريبا ثلاث سنوات متواصلة، بالإضافة إلى وجود فهد فرج في الأصل من قبل. كل هذه عوامل زادت في قيمة الهلال بشكل عام، والدليل أنه أيضا إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد في الفصل الصيف استقطبت لاعبين من أندية أخرى محلية، ثم أيضا استقطبت لاعبين أجانب حسب الاحتياج، فأصبح الفريق مكتمل سواء بالأساسيين أو بالبدلاء. والدليل انه كان يعني دياز من بدايه الموسم هو يغير في 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 عدد من اللاعبين في بعض المباريات وما تاثر الفريق، استمر متواصل، استمر في الصداره، استمر في الفوز، استمر في تحقيق النتائج الايجابيه. لو ربما كان المخاوف الهلاليه تحديدا انه بعد خساره اسيا، ولكن انا يمكن ذكرت مع الاخ عبد الله قبل يومين انه الامير رؤوف بن سعد بخبرته الكبيره استوعب الخسارة وشال الحمل كله عن اللاعبين وعن الجهاز الفني وعن الجهاز الإداري بأمرين. الأمر الأول هو وقوفه على خط التماس بعد نهاية المباراة واستقبال جميع اللاعبين واحتضانهم وتخفيف مشكلة الخسارة، ثم التصريح مباشرة والاعتذار للجمهور والحديث عن المباراة بشكل شفاف وواضح جدا، وتقريبا إبعاد اللاعبين والجهاز الفني عن مثل هذه الإشكاليات اللي تحدث قد في الإعلام. أضف إلى ذلك أنه التحدي كبير مع مباراة الأهلي كونه متصدر وكان منافس كبير جعلت اللاعبين يستشعرون مسؤولية بعد مباراة أوروا في سيتاما، وبالتالي كان من الطبيعي جدا يستمر. الرائد في المقابل أيضا لم يكن في الصورة الجيدة، في الأصل هو يعني غير مستقر في متذبذب المستوى، تقصد متذبذب النتائج والمستوى، يفوز بخمسة يخسر بخمسة، لا يستطيع مثلا الاستمرار بشكل تكتيكي واضح، بخصوصا انه طبعا غير مدربه، وايضا في الأصل ايضا تغيرت الإدارة بسبب إبعاد عبد الجليل التويجري. كل هذه الأمور تجعل الرائد غير مستقر وغير قادر على انه يواجه بعض المهمات الصعبة. اعتقد اليوم كان واضح جدا مثل ما قلت لك في لاعبين يتحيلون فرصه لكي يثبتوا انفسهم في الهلال، فاليوم شاهدنا لاعبين يقدمون انفسهم بصوره مثاليه رغم الغيابات رغم الاصابات رغم ابتعاد بعض اللاعبين. فالهلال هو يعتبر رقم واحد الان في الدوري السعودي بكل مكوناته. هل تشوف ان الهلال بيستمر في الصداره؟ بالتاكيد هو عنده كل الحظوظ،
الان عنده مباراتين مؤجله وعنده فارق نقطتين عن المتصدر عن الوصيف الاهلي وفارق 3 نقاط عن اللي بعده النصر، فاموره مستقره واموره محفزه له انه يبقى يلعب بهدوء يلعب بثقه. بينما لو كان مثلا المنافس ملاصق له او لو خسر الاهلي كان ربما تؤثر في مسيرته وتؤثر في معنويات اللاعبين، ونعتقد انه تجاوز اهم مرحله بعد العوده من اسيا. مشهور، انا بسالك، خليني بسالك حبيبي، كيف شفت اول شيء مباراه الهلال والرائد اليوم؟ مباراه الهلال والرائد اليوم للاسف يعني بالنسبه لي كانت مباراه الفريق الواحد، يعني شفنا استعراض هلالي وسيطره تامه على المباراه، حتى يعني الاحصائيات بتتكلم انه ما في اي تسديد للفريق الرائد على مرمى الهلال، وهذا اعتقد النتائج طبيعي لانه احنا خلال الثلاث سنوات الماضيه شفنا عمل تكاملي متميز جدا من اداره نادي الهلال، سواء على الصعيد الاداري على الصعيد الفني على الصعيد التعاقدات، كيف كل موسم رغم ان الهلال يعني فريق شبه مكتمل من النجوم، لكن اداره الهلال خلال السنتين الاخيره تابع الا يعني فتره الانتقالات الصيفيه يكون في صفقات من العيار الثقيل سواء على صعيد الانتقالات المحلية أو المحترفين الأجانب. أيضاً اليوم على طار المحترفين الأجانب يا مشهور، ما كان فيه إلا رفاس اليوم على الهلال، أما هذا هو حتى في مباراة الأهلي لو أحط أنه الهلال يعتبر تقريباً لعب محترف أجنبي واحد، فهذا هو اللي يميز إدارة الهلال أو بالأصح إدارات الهلال، أنه دائماً العمل فيها تراكمي، أي إدارة تأتي بتكمل على عمل الإدارة السابقة. طبعا هذه من الأشياء المميزة والعمل المؤسسي اللي احنا دائما نطالب فيه في الأندية، ما هو تيجي إدارة تعمل للوقت الحالي فقط، لا، العمل المؤسسي هو المعضلة اللي بتعاني منها كثير من الأندية، غالبا في كثير من الأندية تأتي إدارة بس يمكن حتى تعمل لموسم واحد فقط، يعني من فترتها 4 سنوات لا تعمل لكل موسم، يعني حرص على نتائج وقتية آنية بعيدا عن عمل مؤسسي عمل إداري احترافي. احنا تكلمنا عن 3 سنوات من العمل الإداري المميز على العمل الاحترافي، انت لو تلاحظ يمكن حتى خلال الثلاث سنوات هذه إدارة الهلال، وهذه من الأشياء اللي جدا يعني الواحد انه يشيد فيها، بعيدة تماما عن أي صخب إعلامي أو إثارة أو بلبلة، يعني حتى لو لاحظنا كان في يعني قضية شهيرة قضية اللاعب عوض خميس، ما شفنا أي أعطيني تصريح لإدارة النادي المسؤولين، فالإدارة مركز على العمل في الملعب فقط، ما تلتفت للإثارة واللعب على عواطف الجماهير أو تأليب الرأي العام، هذه من الأشياء اللي بتميزك أنك أنت جاي حبيبي تخدم رياضة وطن، مركز في الملعب ما حلو. بعيد عن الإثارة بعيد حلو. عن حلو الرسائل هذه يا مشهور، والله فعلا هذا اللي بنحتاجه يا أخي، ترى ملينا من والله ملينا من الكلام الفاضي وإثارة الجماهير والأمور اللي ما لها داعي، أنت عندك شيء بتأخذ بالحق القانوني بالطرق القانونية، صح. أما أي أمور والبعد عن الملعب فأعتقد هذه من أهم الأشياء اللي ميزت إدارة الأمير نواف بن سعد، إضافة لأنه مثل ما تكلم أخونا أبو أحمد ترى وقفة الأمير نواف بن سعد يعني هنا تتجلى روح القيادة عند هذا الرجل، وكأنك تقول يا مشهور إذا أنت صاحب حق ترى ما تحتاج الدعم، كأني هذا اللي فهمته من كلامك. أي طبعا أنت حقك بتأخذ بالقانون يا أخي، فما في إشكالية. فأتكلم لك على لحظة يعني كانت انكسار الفريق وخروجه من الحلم الآسيوي، هنا تجلت روح القيادة عند وكاريزما القيادة عند الأمير نواف بن سعد، كان واقف على الخط ويحتضنهم لاعب لاعب، يعني ممكن لو رئيس ثاني أو إداري ثاني ممكن تلاقيه زعلان على الدكة وجالس وينتظر خروج الفريق، لكن لا، هنا تبان يعني شخصية القائد شخصية الإداري المحنك اللي يقدر يمتص الصدمة عن اللاعبين ويقدر يحول زي ما يقول يحول المحنة إلى منحة، أنه فعلا ورجع الفريق من اليابان منافس بكل شراسة، يعني يمكن شفنا مباراة الأهلي واليوم مباراة الرائد، يعني قطار الزعيم ماشي في الصدارة، يعني ما حد موقفهم. يعني يعطيك العافية مشهور. البطولة الآسيوية تعود مجددا بإجراء قرعة نسخة الموسم الحالي، لكن للأسف نصاب الفرق السعودية تقلص إلى 2 بعد أن كنا أو بعد أن كان 4 فرق، ولكن رب ضارة نافعة. تعود
للواجهة من جديد يوم غد الأربعاء، البطولة الآسيوية التي تحظى باهتمام ومتابعة الملايين من جماهير كرة القدم، حيث سيشهد مقر اتحاد القدم الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور إجراء قرعة النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا. نظام البطولة سيبقى كما هو، حيث ستتقابل أندية غرب آسيا معا وأندية شرق آسيا معا، وفي النهائي سيلتقي بطل الشرق مع بطل الغرب. النسخة الجديدة من المسابقة ستشهد غياباً ملحوظاً وتقلصاً مؤسفاً لحضور الأندية السعودية بعد أن تعذر على نادي النصر والاتحاد الحصول على رخصة المشاركة، وسيكون الهلال والأهلي هما الفريقان الممثلان للمملكة في منافسات البطولة القادمة. الجماهير في الوسط الرياضي تأمل أن تكون مقولة النقص يولد القوة حاضرة بشكل أو بآخر مع مشاركة الأندية السعودية. الوصول إلى الأدوار النهائية ليس بالأمر الجديد ولا المستغرب، لكن الحديث هنا هو عن تعدد فرص التواجد السعودي في الأدوار النهائية من البطولة، إضافة إلى تعدد فرص تحقيق اللقب. ومع هذا يمكن القول هنا رب ضارة نافعة، فقد يكون هذا عاملاً محفزاً يقود ممثلي الوطن إلى تحدي المحاربة بقوة على تحقيق اللقب. وقد تأكد بشكل رسمي أن الهلال سيكون على رأس المجموعة الرابعة، فيما الأهلي سيكون إما في المجموعة الأولى أو الثانية. الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا ينطلق في 12 فبراير 2018، على أن يكون النهائي في 3 نوفمبر 2018 ذهاباً في شرق القارة الآسيوية، فيما ستكون مباراة الإياب في غرب القارة. أبو أحمد، يعني إحنا بنشارك بفريقين في النسخة القادمة العام القادم، هل ممكن تأثر على نصاب الأندية في الأعوام القادمة؟ طبعاً هو نعرف أنه تقلصت في الأصل في العام الماضي، صارت 3.5 ونص، صار نص مقعد، إحنا ما صدقنا أصلاً قبل في السنة هذه تقلصت إلى 2 بسبب طبعاً خلل كبير عندنا. وأنا مؤسف جداً أنه أندية كبيرة وأندية عندها بطولات وأندية ممكن تقدم شيء جديد للكرة السعودية آسيوياً أنها لا تحصل على الرخصة الآسيوية. هذا شيء صراحة يعني مخجل بحق الكرة السعودية، مؤسف صراحة جداً. إحنا ما صدقنا نحصل على مقاعد أبو أحمد، وأساساً وأساساً في فترة فاتت يعني كان عندنا حضور قوي حتى في الأربعة لاعب فرق تأهل مثلاً من الملحق ويلحق بزملاء الباقين، وبالتالي يصبح عندنا عدد جيد جداً يوازي قيمة الكرة السعودية وتميزها آسيوياً واختلافها أيضاً عن كثير من الدول الأخرى. هذا العدد كان فقط اللي وازينا فيه اليابان في المقابل. عموما نتمنى ان شاء الله انه بالفعل مع التعديلات الجديده، مع الاصلاحات، مع التطوير الان اللي يحدث في الرياضه السعوديه بقياده تركي آل الشيخ، انه مثل هذه الامور تقريبا لا تتكرر في المرحله في السنوات المقبله. مهم جدا انه ايضا الانديه تهتم بمشاكلها، مهم جدا الانديه تهتم اكثر في اصلاح الخلل الذي لديها. طيب واحمد، يعني احنا شفنا الهلال كان وصيف في النسخه الاخيره، نعم. هل الهلال تتوقع انه قادر انه يكون او يوصل للنهائي في النسخه القادمه مشيئه الله؟ الهلال تقريبا هو اكثر الانديه الاسيويه حضورا في هذه البطوله، هو الاكثر ايضا وصولا للنهائيات. ان تصل للنهائي هذا يدل على انك فريق قوي، فريق عندك كل الامكانات، لكن وتخسر ايضا، خسرت مثلا النهائيين صراحه بأخطاء كنت كفريق أو مثلا بأخطاء التحكيم. يعني مثلا في سيدني الكل ما زال يذكر مباراة الرد اللي في الرياض وكيف كانت الأخطاء التحكيمية القاهرة والمشاكل اللي صاحب المباراة، مع أيضا جانب آخر ومهم جدا أنه إضاعة الفرص في سواء أمام سيدني أو الأهم في مباراتين متتاليتين أمام أوروبا الياباني. أعتقد أن الشوط الأول اللي في الرياض بالذات، الشوط الأول وليس الشوط الثاني في الرياض أيضا، مباراة الدية في الرياض الشوط الأول منها كان ممكن يحسن البطولة من خلالها، ولكنه لم يوفق في عدد من الفرص. لما تشوف الفريق بهذا الشكل أنه يقدم كل ما لديه، وأنه الإدارة قدمت كل ما تستطيع، ما عدا طبعا هذا الكلام قلناه كثير، ما عدا ماتياس. وفي الأخير ماتياس ليس كل شيء، يعني لما نذكر ماتياس فقط نذكر أنه جزء من السلبيات اللي موجودة، أو أهم السلبيات، أو السلبية الوحيدة حتى. بالتالي ليس يعني مشكلة كبيرة، ولكنه الفريق عنده لاعبين في كل المراكز، عنده نجوم، لكنه ايضا صراحه المباراتين الاخيرتين ذكرناها هنا ونكررها اكثر من مره، انه مشكلتين رئيسيتين. المشكله الاولى هي حظ عدم استغلال فرص بشكل ايجابي، المشكله الثانيه تعامل
دياز دون أن نغفل خسارة اثنين من أهم لاعبي الفريق اللي هم الهدافين سواء إدواردو في المباراة الأولى أو خربين في المباراة الثانية. هذه العوامل صراحة ما أحد يعني يعتقد أنه يزايد عليها أو يعتقد فقط أنها هي مثلا شماعة. هذه كرة القدم في الأخير أحيانا لا تخدمك، كرة القدم أحيانا تعاندك، كرة القدم أحيانا تخدمك بالحظ، حتى تخدم فرق أخرى بالحظ، يوم لك ويوم عليك. بالتالي أنا أعتقد أن الهلال تجاوز كل السلبيات وكل المشاكل لكن لم يوفق في 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 النهائي. مشهورة بسألك يعني الحين ما فيه إلا الهلال والأهلي، هل تتوقع وجود هالفريقين فقط بيكون عامل دعم وعامل قوة للهلال والأهلي إنه يقدمون مستويات يعني جدا جميلة في المشاركة الآسيوية؟ شيء مؤسف إنه العمل الكبير اللي بذل خلال السنوات الماضية من أجل رفع المقاعد السعودية في الدوري أبطال آسيا إلى 4 مقاعد إنه يذهب هباء منثور للأسف يعني. المادة يا مشهور ما فيه، ما في شك، وهذا استمرار للعبث الإداري والمالي اللي إحنا بنتكلم عنه كان موجود في كثير من الأندية يعني للأسف. يعني إحنا بنشاهد الآن تراكمات الديون درجة يعني صارت الحصول على الرخصة الآسيوية للكثير من الأندية يعني شبه مستحيل. لكن أتمنى فعلا مثل ما ذكر أبو أحمد التفاتة من معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ، لأنه في النهاية إحنا بنتكلم عن سمعة رياضة وطن، مشاركة 4 أندية بتضمن يعني كفاية رياضة. مشهور ها أقول كفاية لمتى؟ الرجال قاعد يدفع ويعطي، وقف مع الاتحاد، وقف مع غير الاتحاد من أنديتنا، ما قصر يعني وقفاته المادية والمعنوية مشهودة. لكن احنا بنتكلم انه تواجد 4 الأندية يعني بتضمن بنسبة كبيرة وجود نادي سعودي في نهائي المسابقة. احنا عارفين انه المسابقة الفصل بين الغرب والشرق، فكل ما تواجد عدد أندية اكبر كل ما كانت نسبة تواجد الفريق السعودي في النهائي نسبة كبيرة جدا. طبعا الهلال غني عن التعريف في هذه البطولة ومشاركاته مميزة جدا، وهو طرف ثابت يعني ممكن في النهائي خصوصا بالنظام الحديث هذا. يعني تقدر تقول انه اول ما تتكلم عن اي مرشح لغرب اسيا يعني، وحاليا الهلال يعني بيعيش افضل مستوياته فيعتبر هو منطقيا افضل نادي في غرب اسيا. الاهلي له مشاركات مميزه في السنوات الاخيره في البطوله الاسيويه، وكان يعني لعب على النهائي وكان يعني طرف ثابت في المشاركه. اتمنى انه تستمر تميز الفريقين الهلال والاهلي ونمثل الوطن خير من تمثيل، لانه المهمه عليهم صعبه وثقيله خصوصا انهم بس فريقين اللي بيمثلوا. لكن بإذن الله أنهم حيكون على قدر الأمل والطموحات وحيكون حضورهم مميز كالمعتاد بإذن الله. بس كيف تشوف حظوظ الأهلي في المشاركة في الآسيوية؟ هل تشوف أنه جاهز؟ غير كذا يعني سمعنا أخبار بس نحن متأكدين أنه في مدرب بيجي، فإحنا ما حابين نقول لأن نكون متأكدين. فهل تتوقع إذا بيكون في مدرب جديد هل هو بيكون عشان الآسيوية؟ والله شوف يعني واضح ان في يعني زي ما يقول ازمه ثقه بين المدرب واللاعبين، مشكله يعني. انت بتتكلم يعني لو لاحظنا اخر مباراه كانت مباراه الهلال تقريبا يعني كان في التقاطه جميله لاحد المصورين، يعني كان في 4 نجوم على الدكه يعني هذول يعني اي نادي يتمنى وجودهم عنده يعني يكونوا عوامل اساسيه وعوامل رئيسيه في النادي. للاسف يعني المدرب يعني من بدايه الموسم بيتعامل يعني تعامل غريب عجيب مع كثير من الأسماء اللي يعني كانت لبنات أساسية في تميز الأهلي في السنوات الماضية. فواضح إن في يعني فجوة كبيرة يعني بين مجموعة من النجوم وبين المدرب يعني. وين الإدارة؟ وين الإدارة يا مشهور؟ طيب أنت تتكلم على الإدارة حالياً، إدارة جديدة توها مستلمة يعني أصلاً. بس ما هو بغريب عليها النادي. ما اختلفنا أنا معاك، بس أنا بالنسبة لي يعني أشفق على أي إدارة تأتي في وسط الموسم، لأنه في النهاية لا هي اللي اختارت جهاز فني ولا هي اللي اختارت محترفين أجانب ولا هي اللي اختارت اللاعبين المحليين اللي موجودة. فأي إدارة تأتي في منتصف الموسم من الظلم أنك يعني تحكم عليها أنها تتحمل أي سلبية. هي إدارة تسير أعمال إلى نهاية الموسم، بعد كذا تقدر تحكم على أي إدارة من الاستعداد للموسم القادم. فالإدارة حاليا يعني اللي جات احنا شفنا يعني تعيين الأمير تركي والأستاذ طارق كيال هم فقط الشخصين اللي يضيفوا لإدارة النادي، بقي مجلس الإدارة مثل ما هو الجهاز الإداري. فمثل ما قلت لك هي إدارة يعني تقوم زي ما يقول الجود من الموجود. فإن شاء الله نتمنى أن يعود الأهلي منافس قوي ويشارك بفاعلية، بس أنا ما أعتقد مع المدرب هذا ما أعتقد أن الأهلي بيذهب بعيدا يعني لا في المنافسات المحلية ولا الخارجية. مشهور بيني وبينك ولا يهون أبو أحمد المشاهدين، كوزمان جاي ولا لا؟ بس بيني وبينك
طيب بقول لك بعد الهواء. ما في شيء حصري هنا يا مشهور. ما عندي والله معلومة، يعني احنا نشوف الأخبار رائجة جدا انه الأهلي ينوي التعاقد، بس ما في اي معلومات لحد الآن مؤكدة. طيب تأيد قدومه انت؟ تشوف انه كويس؟ شوف كوزمن اسم كبير وتجربته مميزة جدا يعني في المنطقة بشكل عام، مو عندنا في المملكة هنا. فأعتقد أنه كوزمن يعني مدرب يتمنى أي نادي أنه يتواجد فيه، للأمانة الرجل يعني من الكفاءات الفنية العالية. وأيضا يعني يعجبني الأشياء اللي تجيبني في كوزمن أنه التعامل النفسي مع اللاعبين، ويعتبر هو ملهم للاعبين، يعني يقدر يفجر قدرات اللاعبين يعني الحماسية والتنافسية. فأمانة كوزمن يعني إضافة كبيرة للدوري لو جاء. أجل رد علي بعد الهواء، بدق عليك يا مشهور إذا ما كان جوالي مقفل. يعطيك العافية. سؤالي الأخير لك أبو أحمد، ما عاد عندي وقت، أبسألك باختصار كذا وجاوبني أبو أحمد بصراحة. يعني إحنا شفنا بعض الفرق اللي ما دفعت، وين أعضاء مجلس الإدارة؟ وين أعضاء الشرف؟ تقصد على الرخصة الآسيوية بصراحة أبو أحمد؟ لا ما في لا أعضاء، معروف إنه الأندية تعتمد على رجل واحد أحيانا، حتى ربما يكون عضو شرف، ربما يكون أجل باقي شخصين. ما في هذه الأمور، انتفت من زمان. هي لما ذكرنا قبل قليل يعني حرص ودعم ومواكبة تركي آل الشيخ للأحداث والمشاكل وحلها، لا نقصد أنه يدعم فقط، نقصد أنه أيضا يكون هي استمرار الحزم والعزم في تغيير الرياضة ككل، إداريا احترافيا عمليا تنظيميا. هذه الأشياء يجب أن تتم على أرض الواقع، ليس فقط أنه يدفع من جيبه أو أن الدولة تدعم مثل هذه المشاكل. فالأمر يعني بشكل عام هو تنظيمي وقانوني وإداري واحترافي. كلمة أخيرة أبو أحمد، إذا عندك شيء قبل ما ختم. ما في والله شيء، بس أنا أشوف أنه يعني يمكن أنا يمكن ربما ما أدري يمكن، بس أنت الآن فاجأتني، لكن أستذكر الآن كلام كثير عن حكام الأجانب. أذكر أنه في أول حلقة عندما أعلن قلت انه هذا سيضيع الحكام الاجانب، حتى عبد الله اللي هو كان يناقشني انه اللي هو فتح الحكام الاجانب على مصراعيه، وانه العدد اللي ينتبه، وان الهيئه لا الفتح نهائي، وانه الهيئه تدفع. يعني كانه يقول لما يصير عندي شيء مجاني اكيد بطلب. فانه الانديه كل الانديه بكل ظروفها ستطلب حكام اجانب لمبارياتها، فهذا فيه تقريبا انهاء للحكم السعودي، اجحاف بحقهم، انهاء، لانه لا يجد اي مباراه يحكمها حتى في دوري درجه اولى، لا يجد عدد كافي. وقلت انه فيه حكام نخبه في اسيا لا يصير عنده فرصه للتحكيم، ربما ايضا يعني لا يجد حتى فرصه في اسيا، وعندنا حكم طاقم تحكيم دولي راح لكاس العالم، صح، كيف يسعد نفسه لكاس العالم اللي هو فهد المرداسي ومساعديه. اليوم انا امس علقت في تغريده انه قلت انه اشوف اليوم، اللي طبعا اقصد امس، في قناتين قضيتي لديهم قضيه واحده لدى القناتين، وانهم كلهم يتكلمون عن الحكم الاجنبي وتاثيره على الدوري السعودي، وحتى بدوا يتكلمون عن انه ايش كثره الاخطاء. ليش؟ لانه ليس مثل السابق انك تختار حكام، عفوا، او لما تطلب حكام يجيك حكام من افضل الحكام، لما تطلب يكون ثلاث مباريات غير لما تطلب لسبع مباريات، بيجيك اي حكام. وهذا اللي شاهدناه، انه صار يجي عندنا حكام اجانب اقل كثير من المستوى المطلوب. ما مو معنى هذا اني اقول لازم يعود الحكم السعودي ياخذ كل شيء، لا، انا قلت انه رايي عندما ذكرته في حينه يثبت الان بعد ثلاث جولات، لانه من الجوله العاشره 10 و11 و12 كل المباريات حكام اجانب، ما في ولا مباراة حكم سعودي. طبيعي جدا ينتهي الحكم السعودي. وعلى الجانب الآخر ما في لجنة حكام. كانك تطالب الهيئة بالنظر في هالموضوع. مو الهيئة، اتحاد القدم. هي مسؤولة اتحاد القدم. لكن هي جت من الهيئة. هو جت بدعم من الهيئة. الهيئة تدعم الأندية التي تريد هذه الأشياء. ما عاد عندي. عشان الناس ما تفهم غلط. مو معناه انه انا اقول الغلق، لا، اقول انه كان اول وجود ثمانيه يكفي، لكن في الاخير اللي نعنيه انه نتمنى الحكم السعودي يؤهل بشكل ايجابي افضل من السابق. الله يعطيك العافيه مشهور، في 10 ثواني اذا عندك اي اضافه، ما عاد في وقت. ابدا، هي ما عندي اي اضافه، انه بس فعلا يعني الحكم السعودي يحتاج ثقه اكبر من اول منسوبي الانديه اولا قبل ان تكون من اي جهه اخرى.
خلف ملفي الناقد الحصري لبرنامج المنتصف أبو أحمد، سعدت فيك كثير، الله يعطيك العافية. الله يسعدك أستاذ الأخ مشهور، وأيضا ما كنا إن شاء الله إلا خفاف على المشاهدين. ما يحتاج يحتاج، بالعكس أسعدتنا أبو أحمد بحضورك. مشهور الحارثي أيضا ناقد الحصري لبرنامج المنتصف، كل الشكر لك يا صديقي. شكرا لكم، أنا دائما أكون سعيد جدا بالتواجد معكم. الله يعطيكم العافية. نذكر مشاهدينا بإمكانكم المشاركة في الاستفتاء الخاص برنامج المنتصف، والسؤال المطروح اليوم: هل ترى أن الهلال قادر على التمسك بصدارة دوري المحترفين حتى نهاية الموسم؟ نعم يستطيع الاستمرار. 2 لا يزال الحكم مبكرا. 3 لن يتمكن من الاستمرار. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات جميع الزملاء العاملين في تنفيذ هذه الحلقة. عبد الله المنيع، التقيكم مساء السبت، دمتم في حفظه ورعايته، في أمان الله.